احنا محسوبين على تلفزيون لبنان، يعني بيعتبرونا انه انتو اسستوا التلفزيون وانتو انتو. محطات تانية ما كتير ترتاح لانه شو تلفزيون لبنان، صار شغلة قديمة. نحن ملحقين بتلفزيون لبنان، صور تلفزيون الدولة اخر تلفزيون بالعالم، الكرة الارضية كلها مش عايب. نعم. تلفزيون لبنان، اذاعة لبنان، هيك يكونوا ما يكونوا هن منارة للشرق كله. تلفزيون لبنان شو بيكلفهم؟ يعني مليونين دولار بالسنة للبرامج، أو 3 ملايين دولار يعملوا برامج وبيعملوا أشياء بتاخد العقل، بلا ما يحطون على هيك شغلات ما إلها طعمة. الدولة تحس نتفي مع أولا بيشتغلوا الفنانين، وبيكون عندنا تلفزيون دولي إلو قيمته إلو مرجعيته إلو. معك خبر ببلاد برا، في 8 محطات تلفزيونية بتطلع من لبنان، ما بيشو أكتر شي بيحطوا على تلفزيون لبنان، لأنه أنا بعرف بيحكوا معي. ورغم معطر وتعتيره وبرامجه القديمة واللي عم يعيده واللي وبيتم بيهتموا بتلفزيون لبنان. ونحن الدولة ما سألي عنه. شو بنعمل؟